وأي أوران مين عيد كذا بيسو أو سوماليا دي رصاصة ما هيسو رصاصة إنا جايس كده فنين إنا جايس كده فنين ودت كنا جايس كده فنين أنا جوا عبري راهي وأود أقول ويا شيء وأود أتدا كسر شيء دو بالشدة سكوا يهانا وحنو لنا وضل كيجي وضد كيجي وبالشدة يدي أنا قلنا دت كني بانو نهاي دل كني بانو كنا الله هاي سكتينا وين نهاي مركب واحد كلا إنه كلا ترشنتا هبي راتي مش ما يعلن دي بقى الله بقى فين نهانا ما بقول قفين نهانا دت دل كلا أو بهين مركب كل دنا بدنا مركب كل يهاي بهرت كتشلو إنه كتشلو مركب واحد إنه قلنا دل كلا أقوى نعكسنا أفريقيا حاجة ديمقراطية ده مركب واحد وين قهرت وقضب الله إنه قدرت قضب كلا بعد واحد وين كي حبا ويسكون الله إنه قدرت باب المندب كي لا يد إنديان وشنكا ده ماري تايم كي ما على يسكون ده النقطة من نهتان النقطة واحد مرة يوحد بدنا مريك اللي حل بان إن معلمي هدم بي مجال الله سبحانه وحكي شرتي حالة أمني إن بالحل بان كحل بان هان يو كقوله هام با محين كقرشيسا سالب محد كورلي هرت الدخل وزير دي باكو مقن قلها حبنا بدنا كم دوا قيمة هنا والله قصوا دورتي قبل كنا وود تجين ونسكت دين إني إنه قارنو ونسكت دين إني الله سعنا ونسكت دين إني إنه حبنا هي مركز الدولة دك السعودي سوى البحر وقص السعودان أيوة ويعني نسيش سوى البحر كالسعودان يعني أنا أكور قل الله أنا الله سعنا حالة دقود سأنا وحي أي نمر بقى ما شرعي هان يا شخصي هان بقى إنه وقال قبل كرو كعاون كرو أنه حقيقيا ده حقيقة اللي بتاول سعنا كل الريتوار هنا ذقوي إن سفود اللي وجهنا كل يوم بحنا عارين تاسو عارين بلد كده اللي هو جوبلدن وسومالي لان ما انتكم ده وجوبلدن وتطكي دلك الهاية وجوبلدن وبلشدي أمة تاني الهاي ده وعي مركب كل اللي يبقى دكلاش كده عيد يبقى تدل عدين وين نوجن هاي مشكلة دين تاني اللي جدي حد جي اللي جدنا وين نوجن هاي إن حتى حكومة دينا يطلعوا أي كسر جيسو نبي الجليد بلشد أي قادة كري ويني ومواطن كحقي يصير له كسر جاي حتى يعني ده عدين عارين تمالا ده جينا كتكتي وين وده وين ودوقنا أي أو وين لصعنا سيقود وين لصعنا سيدا قار كان وحويا حبنا هذا قار كان كم قن إتجي وحل صارا حكومة كمدة الدولة كمدة بخلص عناينا أو أما كورجل هالنقطه أما وحي عينا وعد سدان هالنقطه عينا كلا قبنا كرينا تانا يجي إنه كلا سعنينا بالشدة سيقود هالنا وحنو لنا وضل كيجي وضد كيجي وبالشدة يدي أنا قلنا دت كيني بانو نهاي دل كيني بانو كنا الله هاي سكتينا وين نهاي مركا واحد كلا إنه كلا ترشنتا هبيرات مش ما يعلن مركا كل يبا أنا قاعد كده ران مايو أما اسم هذا حضلي أو دين على كل يبا كير حضلي حق باركتي ده سمينا مركا لور رجوا أرمين وين وذوق نهاي وقاعدلي لكن وحاي حق ليهين أو قبل هاني بالشهام بحق وليهين ودل كود وليهين ودولة كود وليهين وقرن كود وليهين وشود وينية رلاس عنودنا وحلي ورواتك و وقرب وسوق عياي هكذا نقولين ولي بكرنا لذنا ولا هاي كم تجنيو وكم تجيدو وحوي وكثير عيون إن أنتي لما تي سوى البهود التانة وكثير عيون إن أنتي للاي وكثير عيون إن أو وقعناي أما جوده وجوده هنا وبدنتي أنت عارين تو جوده هنا وبدنتي ويورن من عدة كذا بيسا أو سوماليا دي رصاصة ما هيسو رصاصة إنا جايس كده فنين إنا جايس كده فنين ودت كنا جايس كده فنين أنا جوا عبري راهي وأود أقول يا شيء وأود أتدا كسر شيء دو وأود أقول الرعود الله تاي بده وأقول كراني أود أقول الرعود الله باتاي وبوه هذا حقت كسي كتابة حقت كسي كتاب إير مركا أود أقول قبل كيف كسر شيء ده يعني وين ودوقني وأود أدا وأود عبري راهي وأتدا سكوا حلا وأتدا ولا لا قرن هام بك كالي بلش هام بك كالي إني لهي مالي نقول بروح ودلنا ككالي مركا وحن لاهي وردلك ورد غاغية ما أنت روايدين بنان تاينا ملحق النقطان ودي حزبية دي بركها تيعينا السلام عليكم ورحمة الله لو أنو حجرتي إن حير سو ساري قولها كونغرس كمريكان كو إن حير كاسو سمالان حياتي سيدا دولد إدى تاغر تاي لهايد فايدة بدن بولي بالحير كاسا ديك محوكو لمو حير كورت ورنو أخري كله قولها نوالا كيني دونا وإن أخرينا وإيقينا وحالات مهمة وحنا سلا وحالات مهمة إن بدنا وين نيجي ني وين رجيني ني وده وما ده هو وين ومريكا كوجهر يو ده دتك كل يبل شدة دلك المانتا قان كسمين كرا يعني قان رسمي عيد السمين كرتها ولا جينا هلا عيسي يو ولا ده محو هاي وده مثلا كلا أنا هاي نده غرد دريد ونكاي هاي وين نيجي ني إن بدنا وده وحي هاي بل يجو كورن كران دل يروي ما كده أنتو حرم ديسي اللي حلا تنكي شو قاتي سكيس تجي صدن طلبة اعترافين وهذا أنا باشين تقول عرري قري يروح الكاسكي يو إيش كده عندي يو هذا التقال يربشد يو مشكلة يو نف يو مال بابا أو بحق ولا صور نقضى يو ده بيدنا تري دينا كا نجا هذا كتير وينو رجينيني هشيز كمركة هذا كتير ده هرتوا حلا ده سومالي لان محو هاي partnership act
marka kulli Mareykanka kulli dana badan buu ka eegay laakiin waxa islaahay waxba marka xaqiiqiyan la eego dawladan weyn oo inta la eego wadan Yurub Afrika ku yaala إلا حد مركل لأيغو يعني إنما يسيو لكن دي كل يوان إيغي يو تاجر كوين هرتو ووبه هايون انتو دوني تالكي سواهدي وقفك ميغا كنو لأيو حرطاري أنك سكرت كينا ووبه هايو وايو جوانك وحكي يبسي دوبه هاي مركا مريكا كلفتي سيدا ووبه هاي كتربي لرك هالكا هاي اللي يوبك يالبه دي أما الله بقفه إنو هان أما بقول قفه إنو هان دي تالكا لأو ووبه هاي مركا كل يدانا بضانو مريكا كل يهي با هرتي كجيرو إنو كجيرو قدوك وغور يعني يعني يهي دي ديمقراطية دي يلالين تيد دالك استو ديمقراطية أوتوماتيكالي هرتي صاحيب اللي يهي مراشيخ دير باشيخ يوحي لغولة ديمقراطية دي. اسلامك waxa weyn kelmadda allah ay noqoto ugu sareysa waa islaamku aaminsan dimuqraadiyaduna de sida islaamida dhinaca kale ka soo horjeedka abi aaminsan inay wada marka taa ugeed baan u lahayn horta kulli dunida dimuqraadigi marka waxaynu noqonay dalalka ugu wanaagsan afrika xagga dimuqraadiyada marka waxa weyn horta qodob la inagu doortay qodobka labaad waxa weyn ki xeebaha isaguna la inagu doortay baabul mandabka iyo ilaaya de indian oceanka de maritime ki ama alaiskooda aan noqdo ama naatan noqdo wax maraya wax badan oo maray kali dabcan taana inuu de ilaalo u helo oo dal walkaana xiriir u helo isaguna waa qodob kale oo muhiim ah waa xaqi marankan ka hadlaya pointka kale waxa weyn marka dalkii hawsha waxa la hayaa resource ka lahaa inuu helo dal yar oo dimuqraadi oo afrika maanta ka soo baxay oo ku dhow meelo badan oo mushkilada in dimuqraadiyada laga baabiyaana dan uma aha maraykan taara oo ku tabcaya waa ilaalinaya oo markaa waxa weyn halka keenaysa in qodob kalena waa ku jira senadka maraykanka iyo kongareska waxay u baahdeen inay ogaadaan caawimada la bixiyo ee soomaaliya la siiyo soomaaliya labay kala noqotay way inagii ogeyna maalintii dhaweyday gubashada deema ay dhacday sayladeennii ugu weynayd lacagtii taallaya muddada dhan la bixin lahaa soomaaliya waxay soo bixisay goor dambe lacagaan maraykanka ku bixinayo ee soomaaliya iyo soomaalida waa isku meelba kaba soo qaad mujtamac waa xeerku wuxuu sheegayaa waa isku wada meele qodobkaana horta antaa dhameeyey qodobkaana hadalladii baa wada muxuu iga soo daadan garay halkaana wuxuu ilaalinayaa oo rabaa wixii ay bixiyeen dowladda maraykanka bixisay dadka sidii ay ugu talagaleen ma u gaaray guddiyadu taasi u baahan inay ogaadaan taa markaa wax weyn waxay u gudbiyeen nidaamkoodii internalka ahaa iyo ciddii ay khusaysay oo ama ha noqoto arrimihii dibadda ama ha noqoto state departmentkii waxay ka rabaan in warar xaqiiqiya ay ka helaan lacagaasa u baxaan kow waxaa kaley u baahdeen in la helo xidhiir wanaagsan sidii loo samayn lahaa qodob labada waxay u baahdeen arrinta in laga wada shaqeeyo weliba aanay september 22-gii dhaafin bishan emaka 23 guna uu noqday reboodka warayaaka u gudbi meelaha loo gudbinaya gudahooda marka la eegana labada guddi oo congresska iyo amir serviceska qolada la yidhahdo iyo arrimaha dibadda oo labadaba ka tirsan gurigan iyo gurigan kaleba kan muxuu ahay congresska iyo kan kale muxuu ahaa house of representatives labada guddiba ay warka iyaguna helaan marka innaga wax weyn heshiiska haddaad akhrido waan akhriyey dhowr jeer baan ku noqday aad baaban xiiseeyba marka waan ugu mahadnaqayaa xitaa james nich iyo ragga badan ee congresska ka mid a arrinta deeso in layna soo eegayo mar aad laynoo arkayna oo qodobka kale ee isaguna hambalyadali wax weye inaynu noqonay dalka dimuqraadiyadda ugu wanaagsanba taana aynu wadnaba le واو اسبوعك شوف يا عيسى حبيبي ما تكيش سما ما شاء الله صح ما عاد كش بسيط واحد كش بتحل مفرم 10 دولار بعد كش بنكرتها شن بعد كش بنكرتها شن يتون بعد كش بنكرتها لبعد تنبات كش بنكرتها